بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ يا أولاد دلوقتي حالا المحاضرة. أنا بس بحاول على الموقع التعليم الإلكتروني دلوقتي برفع لكم حلول شيت واحد وشيت اتنين، برفعهم دلوقتي حالا على موقع التعليم الإلكتروني. فيعني دقيقة واحدة وهكون معاكم، دقيقة واحدة وهكون معاكم. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عمر هشام بيقول لي ليه احنا مهتمين قوي بالتجارب وسايبين الشيتات مع ان الترم ده صعب عن الترم اللي فات. انا واحد من الناس ما تشرحلوش ولا شيت لحد دلوقتي، انا سيكشن 6. فيا ريت يا دكتور بعد اذن حضرتك الاهتمام بالشيتات خصوصا الميد ترم جاي. اوكي تمام. وانا عشان كده بقول لك يا عمر، انا دلوقتي حالا على موقع التعليم الالكتروني برفع لك حلول شيت واحد واثنين، رفعتهم لك صوت وصوره وكل حاجه، موقع واحد شيت واحد وشيت اثنين. أنا رفعت شيت واحد بالفعل، شيت اتنين رفعت البي دي اف بتاع الحلول، لسه هرفع لك الساوند بتاعه. تمام، يبقى كده احنا رفعنا شيت واحد واتنين. تمام، وقريبا جدا اوكي ان شاء الله نشوف الاسبوع اللي جاي دوت، نخلي المعيدين يخشوا معاكم ويشرحوا لكم يعني شوية من الشيتات. بس احنا بنفضل يعني انها تبقى محلوله معاك في اي وقت انت هترجع تقدر ترجع لها. تمام، هتلاقيها موجوده في اي وقت تقدر ترجع لها. يعني اللي هيفتح معايا دلوقتي موقع التعليم الالكتروني انا هعمل شير اهو، او لو بصيت معايا دلوقتي انا رفعت لك شيت واحد. شيت واحد ده لو انا فتحته دلوقتي اهو، اهو قدامك اهو، او لو انا شغلته اهو يا اولاد. اهو المسائل اهي، صوت وصوره وكل حاجه بالخطوات بتتعمل ازاي بكل حاجه اهو. ادي مساله مثلا رقم 7 مثلا، يعني نكمل كده شويه. ادي مساله رقم 10 نكمل كده شويه. ادي مساله 14 and so on. يعني انت لو كملت كده هتلاقي اهي مساله 16. فهتلاقي ان المعيدين حلين اهو، ده شيت واحد تقريبا بالكامل كله محلول. اوكي كده. شيت اتنين اهو هتلاقي فيه بي دي اف هنا، افتحها الاول اهي، هتلاقي برضو المساله اهي والجيفنز والريكويرمنتس والحل. مساله اهي جيفنز والريكويرمنتس والحل، مساله 7 وهكذا. تلاقي ما هنا محلول مجموعه اهي من المسائل، خلاص مع الحلول دي هبعت لك دلوقتي الساوند بتاعها. باشمهندس مختار اللي عامل حلول شيت اتنين، وباشمهندس احمد عامر هو اللي عامل حلول شيت واحد. تمام، فده وده هتلاقيه موجود عندك تحت ايدك، هتقدر تسمعه وتشوفه في اي وقت. ان شاء الله ان شاء الله يا فارس. خلاص بقى ضيعنا وقت طويل في القصه دي، نخش بقى على اللي احنا عايزين نتكلم فيه. اولا بالنسبه لمواعيد الميد تيرم، اعتقد انكم عرفتوا انها ان شاء الله بعد العيد مباشره، بعد العيد مباشره. يعني الجدول اللي مبعوت لي ان احنا هنبدا يوم 16/5، اللي هو ان شاء الله ان شاء الله العيد هيبقى 13 14 15، عيد الفطر هيبقى 13 14 15. يوم 16 ان شاء الله على حسب الجداول اللي موجوده لحد دلوقتي لحد ما انا بكلمكم، يوم 16 هتبدا امتحانات المتر. خلاص كده مع المعيدين ان شاء الله. ما عنديش اي فكره هيبقى شكله ازاي يا كريم، لحد ما بكلمك دلوقتي اللي انا عارفه انه اونلاين من الاكاديميه زي الترم الاولاني على اجهزه الاكاديميه، ده اللي انا عارفه حتى ما بكلمك دلوقتي. بعد ساعة بكرة ايه اللي هيحصل فيه كلام انه ممكن يتغير الكلام دوت، انما ما اقدرش اقول لك. طب خلاص يبقى انت عندك معلومة مش عندي. كريم بيقول لي لا العميد قال لنا في البيت، قال لنا هيبقى اونلاين من البيت. خلاص يبقى انت عندك معلومة لسه ما وصلتنيش. انا المعلومة اللي عندي بالجداول بكل حاجة انها يوم 16/5 في الكلية. دلوقتي كريم بيقول لي انه مع العميد كان في اجتماع لان هو مندوب من الدفعه وعضو في اتحاد الطلاب، فالعميد قال لهم لا ده هيبقى من البيت.
فهو عنده معلومة مش موجودة عندي، عشان كده أنا بقول لك لحد ما بكلمك، لأن تطور الأحداث سريع اليومين دول، وخصوصا في مشكلة وجائحة كورونا اللي احنا فيها دي. ربنا يحفظ الجميع يا رب. أوكي كده يا أولاد، ده بالنسبة للميد تيرم. الميد تيرم لحد فين؟ الميد تيرم لحد فين؟ لحد شرودينجر، لا لا مش لحد شرودينجر، آسف، لحد الهيدروجين أتوم، لحد بورز لو والهيدروجين أتوم، الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه الأسبوع اللي فات، اللي هو معادلة ريدبرج وريدبرج كونستنت والحدوتة دي اللي احنا اهي اللي موجودة قدامكم واحنا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات. خلاص، فده معانا جوه الشغل بتاعنا. تمام، نبتدي بقى المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسبوع اللي فات زي ما أنا لسه قايل لكم دلوقتي، احنا كنا وقفنا عند القصة دي، وقفنا عند الويف لينث اللي بيخرج على الهيدروجين أتوم، واللي شافها بعينيه واحد اسمه بور جونسون بالمر. جونسون بالمر شاف الخطوط اللي هي الحمراء والخضراء والزرقاء والفايلت، الريد والجرين والبلو والفايلت، شاف الخطوط دي بعينيه لما عمل عمليه اكسايتيشن، اثاره للهيدروجين، فبدا يشوف الوان. الالوان دي هي الالفا والبيتا والجاما والدلتا بتوع ذره الهيدروجين، وجيرت بيرج حط لها المعادله الامبيريكال، المعادله العمليه دي، وقال ان الانتقالات دي بتتم من الليفل الثالث او الرابع او الخامس او السادس وهكذا الى الليفل رقم 2. علشان كده المعادله بقت انيشال ناقص فاينل 1 على 2 تربيع، اللي هو المستوى النهائي اللي هتوصل له الالكترونات المستوى الثاني، ناقص 1 على ان، حيث ان ده المستوى اللي هتبدا منه الالكترونات الحركه. انا بس نكبر كده. ده اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات. اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات ده يا اولاد يتفق مع اللي قاله بور ثيوري، الاثباتات اللي احنا عملناها، وجبنا الانرجي الاسبوع اللي فات، وجبنا الكلام ده كله. لما جه بور يفسر موضوع الالوان اللي شافها بالمر، قال لك والله اتش اف ده الفوتونات اللي هتخرج نتيجة انتقال الإلكترونات بين مستويين، مستوى إنيشيال ومستوى فاينل. فرق الطاقة بين المستوى الابتدائي والمستوى النهائي، فرق الطاقة ده يخرج على HF، على هيئة فوتون له طاقة HF، H ثابت بلانك، F الفريكونسي. خلاص كده؟ لو أنا هنا جبت الانرجي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي دي اهي، وطرحت energy initial ناقص energy final، طرحت الاثنين من بعض، هيديني الشكل ده، هيديني الشكل ده، هيديني KE في E تربيع، KE دوت اللي هو الالكتروستاتيك كونستانت، اللي هو 9 في 10 أس 9 اللي كنا بناخده في قانون كولوم، في E تربيع شحنة الالكترون تربيع، على 2 A نود، قلنا ال A نود دوت نصف قطر اول مدار في ذره بور، في اتش ثابت بلانك مضروب في قوس 1 على ان فاينل تربيع، ان فاينل، خلي بالك ان النهائيه اللي هيقف عندها الالكترونات اللي هي دلوقتي كان قايلها لي ويدبرج 2 تربيع، ناقص 1 على ان انيشال تربيع هيبدا من الثالث او الرابع او الخامس. الكلام ده لما بور قاله قوى النظريه بتاعته، لانه قدر يفسر خطوط اللي بتخرج دي. تمام، مش بس كده، ده قدر يحسب لها واحد على لامدا، وطلع ان الثابت ده لما يحسبه يطلع تقريبا بيساوي ار اتش. ها، مين ار اتش دوت؟ اللي فوق خالص اهو، هرجع له اهو، ار اتش ده اللي قاله ريدبرج، لان القيمه بتاعت ار اتش دي هي القيمة الثابتة اللي موجودة في معادلة بور، فده قوة معادلة بور، ده قوة معادلة بور ثيوري أكتر. فبقت بور ثيوري دلوقتي بتقدر تفسر كمان انبعاثات ذرة الهيدروجين. تمام؟
اوكي لحد كده الكلام زي الفل. مش بس كده، قال لك ده انا هقدر اعمل اكستنشن لبور موديل لاذر ايونز بتشابه الهيدروجين، زي ما قلنا في الاول الليثيوم مثلا. ذره الليثيوم دي فيها 3 الكترون، خلاص؟ لو انا عملتها بلس 2، بلس 2 يعني ايه؟ يعني خرجت منها 2 الكترون، اتحولت لايه؟ اتحولت لنيوكليوس في موجب 3 بيلف حواليه الكترون اي، الكترون واحد، يبقى كور بيلف حوالي الكترون واحد، تمام؟ او لو احنا بنتكلم على الهيليوم، ذره الهيليوم فيها 2 الكترون، لو قلتها بلس واحد يبقى تحولت لنيوكليوس فيها بلس 2 بيلف حواليها الكترون واحد، يبقى كأن نيوكليوس بيلف حواليها الكترون، يبقى بقت شبه ذره الهيدروجين. الفرق بينهم ايه؟ عدد البروتونات داخل النواه، عدد البروتونات داخل النواه. قال لك ارجع بقى كده للاثباتات اللي احنا قلناها الاسبوع اللي فات، لما جينا نجيب الانرجي مثلا هنا اي تربيع، كانت ايه اي تربيع دي؟ شحنه النواه مضروبه بشحنه الالكترون اللي بيلف حواليها. طيب النواه فيها ب 1 بروتون، ده في الهيدروجين، يا 1 بروتون بيلف حواليها الكترون، يبقى اي في اي. طب لو رحنا للليثيوم او للهيليوم او لاي ماده تانية هقدر اعمل لها ايونايزيشن بحيث ان بيلف حواليها الكترون واحد بس، ايه اللي اتغير؟ عدد البروتونات. طب عدد البروتونات ده بالله عليك مش هو زد؟ مين زد ده؟ اللي هو الاتوميك نمبر، اللي هو عدد البروتونات داخل النواه، خلاص. يبقى هنا لما اجي اجيب الانرجي، لما اجي اجيب البوتنشال انرجي، هتبقى اي تربيع ولا هتبقى زد؟ في اي، في اي زد اي دوت اللي هو مين؟ اللي هو شحنه النواه، في اي الالكترون اللي بره، يبقى دي اتحولت بدل اي تربيع بقت زد مضروبه في اي تربيع، خلاص. وبالتالي هتظهر زد هنا، يبقى الانرجي هتتغير، ظهرت زد تربيع اهي، زد في زد هتديني زد تربيع. نفس الكلام في الار في نصف القطر، الزد هتخش. يبقى معنى كده ان اي ماده اقدر احولها لايون فيها نواه بيلف حواليها الكترون واحد اطبق عليها القواعد دي، تديني نصف قطر دوران الالكترون، وتديني الانرجي بتاعت الالكترون في مدارات الطاقه المختلفه لاي ماده ليها اتوميك نمبر زد، اتوميك نمبر زد. يبقى معنى كده بور اتطبق على الهيدروجين وحصل له اكستنشن لاذر اتومز. ايه المشكله بقى؟ حصلت مشكله ظهرت في بور موديل، ان لما اتطورت تكنولوجيا السبكتروسكوبي، سبكتروسكوبي يعني رصد الاطياف، رصد الضوء اللي خارج من الماده، لقوا حاجتين غريبتين جدا، لقوا حاجتين غريبتين جدا. اول حاجه قال له، اول حاجه اللاينز السبيكترم لاينز اللي خارجه من الهيدروجين اتوم دي نوت ا سنجل لاين، نوت ا سنجل لاين، ايتش لاين واز اكشولي ا جروب اوف لاينز سبيسد فيري كلوزلي توجذر. كل خط طيف، يعني اللون الاحمر ده ما كانش احمر بس، ده كان فيه اكتر من خط طيف كلهم قريبين من بعض في الويف لينث، طالعين في الرينج بتاع الاحمر، بس لان التكنولوجيا بتاعتنا ضعيفه احنا كنا بنشوف الاحمر بس، ما كناش بنشوف درجاته المختلفه اللي طالعه قريبه من بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لقى ان اللاينز دي ممكن يحصل لها سبليتنج لحد 3 سبيست لاينز، يخرج 3 خطوط مختلفه من خط واحد لو انا عرضت الاتوم بتاعتي الى external magnetic field، مجال مغناطيسي خارجي، مجال مغناطيسي خارجي. ايه الخطوة الحاجتين دول مع بعض؟ بور ما عرفش يفسرهم، فالموديل بتاع بور وقع. من المفترض بقى ان بعد القصه دي نبتدي نتكلم على ايه؟ على الكوانتم موديل، ونبتدي نقول والله يا اولاد ده في كوانتم موديل وفي كوانتم نمبرز اساسي اسمه ان
وفي كوانتم نمبر فرعي اسمه L وM L، ونبتدي نتكلم على الأوربيتال كوانتم نمبر والأوربيتال ماجنتيك كوانتم نمبر، ونتكلم على الإلكترون سبينينج، ونبتدي نتكلم بقى على أهي الN ده البرنسبل كوانتم نمبر، وL الأوربيتال كوانتم نمبر، وM L الأوربيتال ماجنتيك كوانتم نمبر. ومش بس كده، ده احنا نتكلم على الشيلز بقى، ونبتدي نتكلم على الاس والبي والدي والاف والجي والاتش، المستويات المختلفه اللي سيادتك سمعت عنها قبل كده. بور موديل بيقول لنا الشيلز الرئيسيه اللي هي كي ال ام ان او بي، ده كان على هيئه مين؟ بور. انما الجديد بقى قال لك لا يا باشا، ده في شيلز فرعيه، في سب شيلز الاس والبي والدي والاف وان سو اون. خلاص الموديل بقى الكوانتم ده احنا مش هناخده بالتفصيل، انما لازم سيادتك تعرف ان موديل بور فشل، وان الناس دلوقتي بتتكلم في موديل جديد اسمه الكوانتم موديل اوف ذا اتوم، الكوانتم موديل اوف ذا اتوم. طيب عظيم، يبقى احنا كده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي، شفنا تطور الاتوميك مودلز، تطور شكل الاتوم من زمان جدا لحد العصر الحديث لما بيتكلموا على الكوانتم موديل اوف هيدروجين اتوم. من الواضح ان سبب فشل طبعا الاكس راي سبيكترم احنا خدناها قبل كده، ما فيهاش جديد يعني. واضح ان سبب مشكله بور موديل هي الراديشن اللي بيخرج من الاتوم، الراديشن اللي بيخرج من الاتوم. فانا هرجع كده، احنا اللي قلناه دلوقتي، اللي احنا قلناه هنا، ان المعادله دي اكتشفت لذره الهيدروجين. المعادله دي عملها ريدبرج على حاجه بنسميها بالمر سيريز. والاسبوع اللي فات حد من زمايلكم قال لي احنا هنا كاتبين 1/2 تربيع، لان المستوى النهائي هو المستوى الثاني. طب هو مش ممكن المستوى النهائي ده يبقى المستوى الاول او الثالث او الرابع، فنغير الاثنين دي؟ ينفع. وده بالظبط اللي العلماء اكتشفوه مع تطور رؤيه السبيكتروم اللي خارجه من المواد المختلفه. فبداوا يقول لك والله ده انا عندي حاجه اسمها ليمن سيريز، وعندي حاجه اسمها باشن، وعندي حاجه اسمها براكت. ايه دول يا عم؟ ايه دول؟ ستوب بقى كده، انت قلت لي بالمر لانه شاب بعينيه، طب ايه ليمن وايه باشن وايه براكت؟ ايه دول؟ قال لك والله ليمن سيريز دي هي المفروض كانت تكتشف اول واحده. ليه؟ لان المستوى النهائي هنا هو انهي مستوى؟ دي كانها 1/1 تربيع، يبقى المستوى النهائي هو المستوى مين؟ الاول. المفروض ان اي ذره اكسايتد عايز ترجع للجراوند ستيت، لاول مستوى فيها. فمن المفترض ان انا اللي كنت اعرفه ان كل الاكسايتد الكترونز هترجع للمستوى الاول. طب ليه ما شفناش ليمن سيريز؟ ليه ما عرفناش نشوفها؟ تعال بقى هجيب لك الانسر على الكلام ده من الكتاب بتاعنا. ده الكتاب بتاعنا اهو. لسه اهو ليمن وباشن وبراكت اهم قدامنا. بص بقى سيادتك، الليمن سيريز بتخرج راديشن في انهي رينج؟ اقرا كده اللي مكتوب في الكتاب في صفحه 75، هيقول لك ليمن سيريز دي ايه؟ الترا فايلت، الترا فايلت، اعلى من الفايلت، اعلى من الفايلت، اعلى منه في ايه؟ في الانرجي. قلنا الترا دي يعني اعلى، اعلى من الفايلت في الانرجي. بص الليمن سيريز جاي من فين لفين مثلا، يعني اهي من المستوى السابع للمستوى الاول، من المستوى السادس. فرق الانرجي كبير، تخرج انرجي عاليه. الانرجي العاليه دي مش في الرينج بتاع الفيزيبل لايت، امال في رينج الالترا فايلت. فزمان 1800 ما كانوش بيعرفوا يديتكت الالترا فايلت، مش بيعرفوا يشوفوها، مش بيعرفوا يستدلوا عليها. خلاص
فعشان كده ما شافوش الليمن سيريز، انما شافوا مين؟ شافوا البالمر، لان البالمر اغلبها فين؟ اغلبها في الفيزبل لايت، اغلب خطوط البالمر سيريز فيزبل، اللي هم الاربع الوان اللي احنا قلنا عليهم، الفا وبيتا وجاما ودلتا، اللي هو الاحمر والاخضر والازرق والبنفسجي. فدي اللي اتشافت، البالمر سيريز دي هي اللي اتشافت. لكن لما اتطور العلم قدروا يعرفوا والله ده في حاجه اسمها ليمن، لان كل الالكترونات لازم تنزل للمستوى الاول، لازم تخش جوه هنا. لكن اكتشفوا انها الترا فايلت، الانرجي بتاعتها عاليه. قال لك طيب هو مش ممكن يبقى فيه الكترون اكسايتد في المستوى الخامس ولا السادس ولا السابع وينزل للمستوى الثالث، مش لازم يوصل للثاني، يوصل للثالث بس، الان بتساوي 3 اهي. وقتها هيخرج انرجي صغيره بيسموها انفراريد، تحت الحمراء، انفرا تحت، الانرجي اقل من الفيزبل كمان. برضو نفس الكلام اللي اتقال على ليمن، ان ما كانش فيه تكنولوجي تشوف الالترا فايلوت، ما كانش فيه تكنولوجي تشوف الانفراريد. لكن لما اتطورت بداوا يشوفوا الباشن والبراكت والبيفون اللي هي السيريزز اللي هتتكون نتيجه انتقال الاكسايتد الكترون من مستوى عالي للمستوى الثالث مثلا، من مستوى عالي للمستوى الثالث، يعني الرابع او الخامس او السادس هتنزل للثالث، دي يسموها باشن. طب لو هتنزل للرابع، هتنزل للرابع منين؟ من الخامس او السادس او هكذا، دي بيسموها براكت. طب لو هتنزل للخامس من السادس او السابع بيسموها بيفند. باشن وبراكت وبيفند الثلاثه دول انفراريد، الثلاثه دول اهو. بص في رول انرجي بتاعتهم عامله ازاي، رول انرجي بتاعتهم صغيره جدا، رول انرجي صغيره جدا، فالطاقه صغيره في الانفراريد ريجن. الليمن سيريز رول انرجي مالها كبيره جدا، ففي الالترا فايلت. بالمر سيريز هي اللي وسط، هي اللي موجوده فين؟ في الفيزيبل رينج. فاكتشفوا ان في اكتر من متسلسل الضوء بتخرج من ذرة الهيدروجين، سواء ليمن او باشن او براكت او هكذا. الفاينل ليفل هو اللي بحطه هنا، ده الفاينل ليفل، ده اللي هنزله، هنزل للمستوى الثالث مثلا منين؟ من الرابع او الخامس او السادس. يبقى الانيشيال ليفل 4 أو 5 أو 6 والفاينل 3، ده هيخرج لي انفراريد واسميها باشن سيريز. او الفاينل بتاعها هيبقى 4 وهنزل من الخامس او السادس او السابع، والانرجي اللي هتخرج لي هتبقى انرجي صغيره انفرا برضو، ودي يسموها براكت سيريز، وهكذا يا اولاد وهكذا. دي بيسموها الاذر هيدروجين سيريزز اللي بتخرج. ان جنرال بقى هو بيقول لي ايه؟ ان جنرال اي ماده في الدنيا، اي ماده في الدنيا هعمل لها اكسايتيشن، اعمل لها اثاره، هديها انرجي، الالكترون ده اللي تحت ده هياخد الانرجي دي. لو الاتش اف دي تساوي فرق الطاقه بين المستوى 1 و2، لو فرق تساوي فرق الطاقه بين المستوى 1 و2، يبقى الالكترون ده هياخد الانرجي دي ويعمل ايه؟ ينط لفوق، يتحول الى اكسايتد ستيت، يبقى في مستوى اثاره، ده اسمه مستوى اثاره. العمليه دي بتتم تلقائيا طالما اتش اف دي تساوي the difference in energy level، تساوي فرق الطاقه بين المستويات. العمليه دي بتتم تلقائيا stimulated absorption تلقائي، بيتم لوحده لان الانرجي اللي انا اديتها تساوي فرق الطاقه بين المستويين. طيب هنكمل بس. طيب هل يا ترى الالكترون ده يفضل طول عمره اكسايتد؟ هل يا ترى الاتوم دي هتفضل طول عمرها في اكسايتد ستيت؟ لا، مش هتستحمل. فبعد وقت معين بيسموه ريلاكسيشن تايم، الزمن اللي الاتوم هتحتاجه عشان ترجع ريلاكس تاني، بعد زمن معين هيرجع الالكترون ده ينزل لمستوى الطاقه اللي تحت ويخرج فرق الطاقه دي مره تانية على هيئه
فوتون على هيئة طاقة. العملية دي تمت سبونتينيوس، تمت تلقائيا، ما بيسموه سبونتينيوس إميشن. سبونتينيوس إميشن عملية تلقائية سبونتينيوس. التاني دوت اسمه ستيميوليتد أبسوربشن، أنا عملته بالعافية، أنا اديت فرق الطاقة دي عشان يطلع لفوق، يبقى ستيميوليتد مستحس، أنا اللي عملته، أنا اللي اديته حاجة علشان يعمل الأبسوربشن، أنا اللي اديته إكسترنال إنرجي، أنا اللي اديته طاقة إيه؟ خارجية. إنما هنا بعد وقت معين طال أو قصر، طويل الوقت ده أو قليل، ها؟ الإلكترون ده لوحده من غير ما حد يتدخل، من غير ما أي حد يتدخل، هيقوم نازل من الإكسايتد ليفل للجراوند ليفل ويخرج فرق الطاقة ده على هيئة إنرجي. فده بيسموه spontaneous emission، انبعاث تلقائي. طب هل يا ترى انا اقدر يبقى العمليتين الاولانيين دول انا اديته طاقه فبقى اكسايتد، يبقى انا عشان احوله اكسايتد انا اللي اديته طاقه، عشان كده بسميه ايه؟ ستيميوليتد. انا اديته حاجه خارجيه، الحاجه الخارجيه عنه دي هي اللي نتجت انه بقى اكسايتد. انما هنا لوحده من غير ما انا اتدخل هو اكسايتد مش مستحمل، فبعد شويه لوحده سبونتينيوس تلقائيا هينزل الالكترون للمستوى الاقل ويخرج لي فرق الطاقه ده على ايه؟ فوتونات. في بعض الحالات ده انا عايز اعمل ستيميوليتد ايميشن. يعني ايه؟ يعني انا اخليه بالعافيه يخرج فوتون. طب اعمله ازاي ده؟ بدل ما اخليه سبونتينيوس ايميشن عايز اخليه ستيميوليتد. قال لك اعمل ايه؟ قال لك والله الموضوع بسيط. سيادتك عارف فرق الطاقة بين المستويين دول؟ اه عارفه. واجي في زمن اقل من الزمن of relaxation، اقل من الزمن اللي اخينا ده لوحده هينزل لتحت، واقوم مدخل فوتون جديد من بره يساوي فرق الطاقة بين المستويين، يساوي فرق الطاقة بين المستويين. دي طاقة زيادة وغريبة عن السيستم، والالكترون ده مع طاقة زيادة وغريبة عن السيستم تساوي نفس الطاقة اللي أنا مدخلها، يحصل حاجة بنسميها ريزونانس، توافق في الانرجي، توافق في الأطوال الموجية. فده يعمل إيه؟ ده يخلي بالعافية الإلكترون ده يفقد الطاقة الزيادة اللي عنده دي وينزل تحت ويخرج لي فوتون تاني. يبقى أنا هنا عملت إيه يا أولاد؟ أنا جيت للسيستم already excited، اوريدي مصار، ودخلت له انرجي جديده من بره، فوتون لطاقه اتش اف، وخرجت من السيستم ده كام فوتون؟ 2 فوتون. يبقى انا عملت ايه في الطاقه اللي انا دخلتها دي؟ انا دخلت 1 فوتون هنا اهو، دخلت 1 فوتون، خرجته 2، يبقى انا عملت ايه؟ ضعفته. يبقى انا ضعفت عدد الفوتونات اللي داخله. افرض بقى انا عندي 100 حاله اكسايتد، 100 حاله خلاص، ودخلت 100 فوتون من بره، يبقى انا دخلت 100 فوتون هيخرج قصادهم 200 فوتون، يبقى انا ضعفت عدد الفوتونات اللي هتخش. تعال نشوف الاكتف فيجر بتاعنا ونرجع نكمل كلامنا. الاكتف فيجر بتاعنا ونرجع نكمل كلامنا. ثانية واحدة. ثانية واحدة. 24. اهو يا ولاد، دي الحدوتة اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. ادي الكترون في الانرجي ليفل واحد، فرق الانرجي، الانرجي ديفرنس انا محدده، ممكن اكبره او اصغره على حسب ما انا عايز، مش هتفرق. يبقى دي مجرد ان انا بتحكم في الفرق الانرجي، خلاص عظيم. طيب بص بقى ابسوربشن، بص دخل الفوتون من بره
ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اوتوماتيكالي تاني اهو الفوتون دخل من بره اهو امتصه وطلع من تحت لفوق، بقت الاتوم في هاير ستيت، في اكسايتد ستيت. طب لو انا سبته بقى تلقائيا بعد وقت طال او قصر، نزل لتحت اهو وخرج فوتون بيساوي نفس الانرجي. حلو كده؟ يبقى ده عملية الابسوربشن وعملية الاميشن التلقائي. طيب عملت له ابسوربشن اهو، وجيت عايز له اعمل له ستيميوليتد اميشن، بص بقى انا هعمل ايه. بص دخلت واحد من بره اهو، ده هينزل وخرج كام واحد؟ خرج اتنين اهو. نعملها تاني اهو، امتص بقى اكسايتد اهو، حاله اوريدي اكسايتد. طيب عايز اعمل ستيميوليتد اميشن، ادخل فوتون لنفس الانرجي اهو نزل وبقى اتنين فوتون اتضاعف. ده اللي احنا بنقوله بالظبط يا اولاد. طبعا الانرجي هنا تحكم لي اللون بتاع الكالر بتاع الحدوته، يعني اهو هنا بنفسجي مثلا اهو الانرجي كبيره، لو نزلت تحت كده هيبقى الاحمر، ان بتوين هيبقى الازرق، يعني ده كله بيعتمد على الطول المول. اوكي كده يا اولاد؟ عظيم. بنستفيد ايه بقى من الحدوته دي؟ بنستفيد ايه من الحدوته دي؟ قال لي استفادتي من الحدوته دي مهمه جدا. اولا علشان عمليه الاستيميوليتد اميشن دي تتم، لازم الاكسايتد ستيت دي بيسموها ميتا ستيبل ستيت، حاله شبه مستقره. يعني ايه شبه مستقره؟ قال لي تعالى نشوف ايه الميتا ستيت. ميتا ستيبل ستيت از ا ستيت هوز لايف تايم ماتش لونجر ذان ذا تيبيكال لايف تايم. يبقى هنا كانه بيقول لي التيبيكال لايف تايم للاكسايتد ستيت، لو انا عندي حاله اثاره، لو انا عندي الكترون اكسايتد زي هنا كده، الاكسايتد الكترون ده في زمن مقداره 10 اس ناقص 8 ثانيه لوحده، 10 بعد 10 اس ناقص 8 هينزل ويخرج لي فوتو في 10 اس ناقص 8 ثانيه. انما الميتا ستيبل الزمن بتاعها اكتر كتير من 10 اس ناقص 8. يعني ايه اكبر بكتير؟ يعني لو قلنا 10 اس ناقص 5 يبقى اكبر منه بكام مره؟ ب 1000 مره. يبقى ده كتير، يبقى 10 اس ناقص 4 يبقى ب 10000 مره. يبقى اظن الميتا ستيبل دي هتبقى 10 اس ناقص برضه، يعني اللايف تايم بتاعها هيبقى 10 اس ناقص 4 مثلا سكند. لكن 10 اس ناقص 4 سكند دي بالنسبه ل 10 اس ناقص 8 اكبر منها ب 10000 مره. عظيم. An incident photon can cause the atom to return to the ground state without being absorbed. مش هتمتصه زي ما احنا شفنا من شويه في الحاله دي اهو، في حاله الاستيميوليتد امبيشن ده مش هيمتص، بالعكس ده هيخرج ويجيب معاه فوتون كمان، يبقى هيضاعف لي عدد الفوتونات. Therefore you have two photons. بص بقى اللذيذ في التو فوتونز اللي خارجين، with identical energy. الطاقه بتاعتهم identical، يعني مش قدها، دي متماثله تماما، فوتوكوبي يعني. The emitted photon with identical energy. ال emitted photon وال incident photon هما الاثنين ليهم نفس ال energy، مش بس كده. They both are in phase. كمان in phase. مش بس كده. Travel in the same direction. يبقى أنا استفدت photon اللي خارج ده عنده identical energy مع ال emitted photon. ال two photons in phase. ال two photons ماشيين في نفس ال direction. خلاص؟ الثلاث استفادات دول العلماء بقى وظفوهم في انهم يخترعوا حاجه اسمها ليزر. اخترعوا حاجه اسمها ليزر. هو ايه الليزر؟ ايه الليزر؟ وايه خواصه؟ ما هو الليزر دوت له خواص وله اسم. تعال نشوف الاسم الاول معناه ايه؟ يعني ايه كلمة ليزر؟ اكرنم مختصر لكلمة ايه؟
او مختصر لمجموعه كلمات اسمها ايه؟ اهو ليزر. ايه الليزر دوت؟ اهو the name laser is an acronym. acronym يعني مختصر، مختصر لمجموعه كلمات. for ايه بقى؟ light ال جام light light amplification a amplification by stimulated s stimulated emission e emission of radiation r for radiation light amplification by stimulated emission of radiation. يعني ايه الكلام ده؟ light amplification amplification تكبير. light amplification يعني تكبير الضوء، تكبير الضوء، هعمل amplification للايت. by stimulated emission، لسه حالا كنا بنتكلم على stimulated emission، الانبعاث المستحث بالعافيه هخليه يخرج فوتونات. stimulated emission of radiation للاشعاع، يبقى انا هكبر الضوء بالstimulated emission of radiation. يعني انا هعتمد على مين يا جماعه؟ على stimulated emission اللي هو مين؟ اللي هو ده، اللي هو هدخل فوتون من بره بيساوي فرق الانرجي يقوم يخرج لي اتنين فوتون، مش كده انا كبرت؟ دخلت فوتون خرجت اتنين، يبقى انا كبرت ضعفت. خلاص؟ فده اولا معنى كلمه ليزر. اولا ده معنى كلمه ليزر. طيب البروبرتيز بقى، يبقى كلمه ليزر دي كلمه مستحدثه على اللغه الانجليزيه من 1950 1951 52. قبل كده ما كانش في حاجه اسمها كلمه ليزر، دي كلمه مستحدثه جايه اكرم من مجموعه كلمات زي ما احنا قلنا. قال لي اولا الليزر لايت از كوهيرنت، احنا لسه حالا قايلين ان الفوتونات هتخرج ان فيز، تمام؟ واحنا فاكرين ان كوهيرنت ده يبقى فيه فيكسد فيز ديفرنس او فيكسد فيز ريليشن شيب بتوين دي ريز، قلناها زمان في الترم الاولاني. خلاص؟ انما هنا كوهيرنت هم كلهم، قال لك كلهم هيخرجوا ان فيز. تاني حاجه ليزر لايت از مونوكروماتيك، قلنا ايدنتيكال انرجي فوق هنا، قلنا الطاقه ايدنتيكال يعني كل الاتش اف قد بعض، يبقى الفريكونسيز واحده، يبقى الطول الموجي واحد، او على اضعف الايمان يعني يبقى فيري نارو رينج اوف ويف لينسز، فرق الويف لينس صغير جدا ده لو حصل يعني. فرق تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا، small angle of divergence، small angle of divergence زاوية التباعد. طب دي نجيبها ازاي او نفكر فيها ازاي؟ قال لك والله تعالى في اوضة واقعد وجيب كشاف، كشاف ضوء، طفي كل نور الاوضة، حط ايدك قدام الكشاف، هتلاقي الكشاف عامل دايرة على ايدك بتساوي فتحة الضوء بتاع الكشاف، صح كده؟ شيل ايدك من قدام الكشاف وسلط الكشاف على الحيطه، يا ترى الضوء اتساع الضوء هيبقى زي مكان على ايدك ولا هيبقى اوسع بكتير؟ هيبقى اوسع بكتير، ده ممكن يغطي الحيطه كلها. ليه؟ لان الضوء العادي الانجل اوف دايفرجنس زاويه التباعد كبيره، بيحصل له سبريدنج عالي جدا. انما جيب بوينتر ليزر، جيب بوينتر ليزر وسلطه على ايدك هيعمل نقطه، اطفي نور الاوضه وسلطه على الحيطه هتلاقيه عامل على الحيطه نقطه، قد يكون حجمها قد حجم النقطه اللي على ايدك، وحتى لو كبرت هتبقى كبرت حاجه بسيطه جدا، فيبقى the beam spread out very little even over long distance، حتى على مسافات بعيده غير الضوء العادي. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى دي ثلاث خواص من الليزر. ازاي بنعمل ليزر؟ ازاي نقدر نخرج بقى الليزر؟ قال لي بقى لازم يكون عندي اولا stimulated emission، لازم يحصل stimulated emission، يبقى لازم يكون عندي levels excited وهدخل لها فوتون خارجي تقوم ترجع للريلاكس وتخرج لي فرق الطاقه. طيب الحاجه الثانيه بقى اني لازم اعمل حاجه بيسموها population inversion. ايه population inversion ده بقى؟
population يعني سكان أو سكان. inversion عكس، عكس التسكين أو عكس السكان أو عكس الإسكان، زي ما تحب تسميها يعني، زي ما تحب تترجم. population inversion عكس الإسكان. يعني إيه عكس الإسكان؟ يعني إيه الكلام ده؟ قال لك الطبيعي، طبيعي في أي أتوم في الدنيا إنها بتملى الجراوند ستيت خلاص، وبعدين الليفل الأعلى منه، وبعدين الليفل الأعلى منه. فأغلب أغلب الحالات بتبقى في الجراوند ستيت مش اكسايتد، قليل قوي انها تبقى اكسايتد. يبقى الطبيعي ان اغلب الالكترونات هتبقى في الجراوند ستيت. البوبوليشن انفيرجن بقى انا عايز اعمل ايه؟ if the situation can be caused where there are more electrons in excited states، اخلي عدد الالكترونات في الاكسايتد ستيتس اكتر من than in the ground state، اكتر من الجراوند ستيت. يبقى انا الحاله اللي انا عايز اكريتها دلوقتي ان اخلي الاكسايتد ستيتس اكتر كتير من الجراوند ستيتس، لان لو الجراوند ستيت اكتر يبقى مش هستفيد، مش هخرج عدد كبير من الفوتونات زي ما انا متخيل. يبقى انا لازم اعمل population inversion، اسكان عكسي. طب تعال نشوف الاسكان العكسي ده شكله عامل ازاي اهو. طبعا دي خواص، خواص الليزر، انا حطها لك مونوكروماتيك كوهيرنت هايلي دايركشنال يعني لو انجل اوف دايفرجنس شاربلي فوكست، كل دي خواص. تعال بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. الاول هنعمل ابسوربشن، دي بسيطه جدا. يبقى انا الاول عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل عمليه اكسايتيشن. اكسايتيشن يعني ايه؟ يعني هنقل الالكترونات من مستوى تحت لمستوى اعلى. المرحلة الثانية نعمل له spontaneous emission، ابتدي ادخل له اعمل ميتا ستيبل. طبعا هنا في غلطة اهي في الكتاب، في صفحة 78 هنا مكتوب ايه يا اولاد؟ مكتوب 10^28. طبعا دي غلط، انا هاجي كده على طول هنا اهو، وهاجي هنا دي واعملها نيجاتيف. معلش بس نخليها لفوق. يعني المفروض دي نيجاتيف 8 يعني، معلش نشيلها خالص. المفروض دي تبقى نيجاتيف 8، يعني نيجاتيف 8. انا عدلتها وانا معاك اهي. كنترول زد. اوكي كده يا اولاد، 10^8 سكند، ده الزمن الطبيعي. However, for some excited states, this means life is perhaps as much as 10^5 longer. يعني ايه 10^5 اكبر؟ يعني بدل ما هي 10^8 هنا تبقى 10^3. تبقى 10^3. اوكي كده؟ عظيم. طيب. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل اهو. دي الحالات الثلاثة اللي احنا شرحناهم قبل كده. قال لي بقى ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن، ده النظام اللي بيتوزع عليه الالكترونات. قالت لي ان عدد الاتومز في ليفل معين بتساوي القيمة دي، بتساوي ايه؟ في اس ناقص اي نود على كي تي، حيث كي ده ثابت بولتزمان وتي دي درجة الحرارة. قال لك والله حتى لو انا سخنت الموضوع ده جدا، سخنت الماتيريال دي جدا، يعني هو هنا بيجيب بين ان اكس وان جراوند، اكسايتد وجراوند، بيقسم الفاليو دي على الفاليو دي، فيطلع له ان الريشيو، النسبه ما بين الاكسايتد نمبر والجراوند بتساوي القيمه دي. فيقول لك والله تعالى ناخد اكزامبل، تعالى ناخد مثال ان فرق الطاقه من الاكسايتد ليفل للجراوند ليفل، ها فرق الطاقه ده اكسايتد ناقص جراوند بيساوي 2 الكترون فولت، بيساوي 2 الكترون فولت. ده مثال، يعني لو انا حولتها ضربتها في 1.6 × 10^19 يبقى 3.2 × 10^19 جول، ده فرق الانرجي. وافترض ان انا رفعت درجه الحراره ل 3000 كلفن، دي درجه حراره عاليه جدا. درجه حراره ايه؟ عاليه جدا، 3000 كلفن.
احسب لي بقى كده النسبه بين الاكسايتد والجراوند. بص بص النسبه طلعت كام يا اولاد؟ النسبه طلعت كام؟ 44 في 10 اس ناقص 5. يعني معنى كده ان الجراوند اكتر بكتير جدا 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 من الاكسايتد، رغم ان انا رفعت درجه الحراره كام؟ 3000 كلفن. تمام؟ ورغم ان فرق الانرجي هنا اكستريملي سمول، يعني واخد 2 الكترون فولت بس، دي حاجه بسيطه جدا. لكن رغم كده ورغم ان انا حطيت فرق انرجي، فرق درجه حراره عالي جدا، الا ان الاكسايتد اتوم صغيرين. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك يبقى معنى كده ان انا اعمل القصه دي بوان ماتيريال، دي حاجه مستحيله. لان مهما حاولت في وان ماتيريال، ادي فرق الانرجي 2 الكترون فولت، والطاقه اديت له 3000 كلفن انرجي، دي طاقه ممكن تسيح الحديد يعني. خلاص، ومع ذلك طلعت النسبه بين الجراوند الاكسايتد للجراوند 44 في 10 اس ناقص 5. طب يعمل ايه بقى عشان يعمل population inversion، عشان يعمل اسكان عكسي؟ قال لك علشان نعمل القصه دي بقى مش هينفع استخدم ماتيريال واحده. امال هعمل ايه؟ هستخدم mixture of more than one material. هستخدم mixture of more than one material. تعال نرجع كده هنا. هنا بيقول لي الكونديشن تو فور بيلد اب فوتونز، a system must be in a state of population inversion. The excited state of the system must be metastable. The excited state دي لازم تبقى metastable، يعني قلنا اللايف تايم بتاعتها في حدود 10 اس ناقص 3 او 10 اس ناقص 4 ثانية، مش 10 اس ناقص 8 اللي هي الحالة الطبيعية. In this case population inversion can be established and stimulated emission is likely to occur. تمام؟ طب بيعمل بقى الكلام ده ازاي الاول قبل ما نروح لل behavior ده؟ نشوف دي. هي دي اللي تهمني. انا عملت هنا ميكتشر من الهيليوم نين غاز. غاز الهيليوم مع غاز النيون. حطيتهم مع بعض. نتيجة لكده الغازين دول لما اختلطوا مع بعض بقت الانرجي ليفلز دي مشتركة بينهم. الانرجي ليفل 1 و2 و3 دي مشتركه بينهم. ده 3 ستيتس. في 4 ستيتس. في 4 ستيتس زي اللي انا حاطه لك في الكتاب، يعني ممكن يبقى 3 ستيتس، ممكن يبقى في 4 ستيتس. اهو جراوند، اكسايتد 1، اكسايتد 2، اكسايتد 3. 3 ليفلز اهو. هنا عملت ايه؟ اقرا بقى اللي انا كاتبه جنب كل واحد. دي مكتوب جنبيها الجراوند ستيت، ماشي، اللي فيها كل الاتومز او اغلب الاتومز في الحاله الطبيعيه. طب وهنا اكسايتد ستيت ويز شورت لايف تايم، اي 1 دي شورت لايف تايم، اي 2 ويز لونج لايف تايم، دي ميتا ستيبل. ميتا ستيبل يعني اي 2 دي الزمن بتاعها اكبر في 10 اس 5 ولا 10 اس 4 من الليفلز الثانية. اي 3 شورت لايف تايم. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ اني هبتدي اعمل بامبنج. بامبنج يعني ايه؟ هبتدي اضخ انرجي، الانرجي دي تحول لي بعض الاتومز دي الاكسايتد ليفلز. فعلى حسب الانرجي اللي انا هديها بعض الالكترونات هتطلع لليفل واحد، وبعضها هيطلع لليفل اثنين، وبعضها هيطلع لليفل ثلاثة. طبيعي كده؟ طبيعي جدا، على حسب فرق الانرجي اللي انا هديه. ماشي. طيب بعد 10 اس ناقص 8 ثانيه اللي هو الزمن القصير قوي ده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان واحد شورت وثلاثه شورت لايف تايم، فاللي في واحد هينزل للجراوند ستيت. اللي في واحد هينزل فين؟ للجراوند ستيت. واللي في ثلاثه هينزل للمستوى الثاني. طب ايه اللي بيخليه يحصل كده؟ لان في حاجه في الكوانتم موديل اللي احنا ما درسناهوش اسمها السلكشن رول. السلكشن رول، السلكشن رول بتقول ان اغلب الالكترونات تنزل للمستوى الاقل منها على طول.
قليل جدا، نسبة قليلة جدا اللي ممكن تعمل لونج ترانزيشن كده، تعمل ترانزيشن كبير كده وتنزل من مستوى عالي لمستوى تحت خالص مرة واحدة. إنما الغالبية هتنزل من الثالث للثاني ومن الأول لزيرو. طيب بص لي بقى على المستويات دي كده، إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل إن المستوى الثاني مليان إلكترونات، في 5 إلكترونات مثلا مثلا يعني، والمستوى الأول فاضي ما فيهوش إلكترونات. يبقى بالله عليك المستوى الثاني ده بالنسبة للمستوى الأول مش excited state؟ طبعا excited state. المستوى الثاني بالنسبة للأول excited. طيب هنا إيه الوضع؟ الاكسايتد اللي هو اي 2 مليان الكترونات، واللي اقل منه اللي هو اي 1 فاضي من الالكترونات. مش ده population inversion؟ مش ده اسكان معكوس او عكسي؟ يبقى كده المستوى الاعلى فيه الكترونات اكتر من المستوى الاقل. اه ده كده فعلا اسكان عكسي. اجي انا اعمل ايه بقى؟ اجي في الوقت ده اجي من بره ادخل فوتون، ادخل فوتون هنا يساوي فرق الطاقة بين اي 2 واي 1، يساوي فرق الطاقة بين اي 2 واي 1. هدخل كام فوتون؟ واحد بس. هينزل لي كام الكترون؟ 5. يبقى هدخل واحد، هخرج الناحية التانية كام فوتون؟ 6 فوتونات. 6 فوتونات صح كده ولا يا اولاد؟ 6. يبقى الواحد ده اتضاعف 6 مرات. يبقى انا كده ضاعف الضوء اللي انا مدخله، ضعفت الضوء اللي انا مدخله. اوكي كده. عشان بقى العمليه دي تستمر بشكل دايم بنعمل ايه بقى؟ تعالى اوضح هناك شويه. طبعا هنا ده 3 ستيتس، نفس الكلام نفس الكلام. ده ميتا ستيبل اللي هيحتفظ بالالكترونات، وده شورت ليف ده هينزل، يبقى ده هيبقى مليان. اي 3 هيبقى مليان واي 2 هيبقى فاضي. نفس الكلام نفس الكلام. بنعمل ايه بقى علشان نحافظ على القصة دي؟ اهو بنجيب الماتيريال بتاعتنا، الليزنج ماتيريال، المادة اللي هتعمل ليزر. بالنسبة لنا هنا ده خليط من الهيليوم نيون، ممكن يكون سوليد ستيت ليزر، ممكن يكون سيمي كوندكتور ليزر. انواع الليزر بقى كتير جدا، انواع الليزر كتير جدا، لكن الفكرة الاساسية ان ادي الماتيريال بتاعتي اللي هتعمل عملية الليزر، بديها انبوت انرجي. الانبوت انرجي دي بسميها البامبنج، عملية البامبنج. عملية الضخ، عملية ضخ ايه؟ عملية ضخ الفوتونات. الفوتونات سوري، عملية ضخ الالكترونات، بضخ الالكترونات من لور ليفل لهاير ليفل، بخليها اكسايتد، بخليها اكسايتد. اوكي كده يا اولاد؟ عظيم جدا، خليتها اكسايتد. خلي بالك عملية الانبوت انرجي دي لو انا عايز الليزر بتاعي مستمر يبقى عملية البامبنج دي شغالة باستمرار. خليت لي هنا المواد دي كلها الاتومز اللي جوه دي اكسايتد، اجي انا من بره، من بره ادخل شعاع فوتونات، ادخل فوتون من بره بيساوي فرق الانرجي اللي انا عايزه. نتيجة لخروجه دخوله اهو خرج لي ال6 فوتونات اللي احنا اتكلمنا عليهم، اهو خرجهم لي هنا. طيب يخرجوا الفوتونات دي في الاتجاه ده يلاقوا ايه؟ مرايه، ميرور. الميرور دي تعمل ايه في الضوء ده؟ تعكسه، تدخله هنا تاني. عقبال ما تعكسه يكون عمليه البامبنج دي استمرت، وهنا في الكترونات ثانيه حصل لها اكسايتيشن خلاص، فوهي راجعه تعمل نفس العملية وتخرج لي فوتونات أكتر، تقابل ميرور تعكسها وتفضل العملية دي رايحة جاية. يبقى أنا أعمل عملية انعكاس مستمر. بس خلي بالك ميرور واحد دي بتعكس بنسبة 100%، يبقى أي حاجة عليها تعكسها. إنما ميرور 2 أخليها مثلا 80%. يعني إيه 80%؟ يعني 80% من الفوتونات اللي سقط عليها تنعكس و20% هيخرج. يبقى انا استفدت ب 20% وال80 الباقيين يفضلوا رايحين جايين يعملوا لي ليزر تاني وهكذا. يبقى انا هنا استفدت بقوه كام من الليزر؟ 20%. طب افرض انا عايز قوه اكتر،
يبقى اشيل المرايه 2 دي، بدل ما هي 80 اخليها مثلا 50%، يبقى 50% من الفوتونات هتنعكس و50% من الفوتونات هتخرج. يبقى انا على حسب شده شعاع الليزر اللي انا عايزه بتحكم فيه عن طريق المرايه نمره 2. المرايه نمره 2 دي على حسب انعكاسها، قوه الانعكاس بتاعتها، يخرج لي شعاع ليزر له قوه معينه. يبقى اهو يا اولاد، اهو عندي ميرور ريفلكتيف 100%، والميرور الثانيه ريفلكتيف 95 80 70 على حسب انا عايز اخرج ليزر قد ايه. خلاص، وهنا الباور سبلاي ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل لي الايونايزيشن. ادي كاثود وانود وعمال اعمل ايونايزيشن للغاز اللي جوه التيوب ده مثلا، يعني تمام كده يا اولاد؟ عظيم. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي بيتكون الليزر، عرفنا ازاي بيتكون الليزر. نرجع هنا للكتاب اهو، اهو نفس الكلام اهو، ميرور واحد وادي ميرور اثنين وادي الميديوم، كل حاجه موجوده اهي اهي. تيوب كونتينز اتوم ذات ار ذا اكتف ميديوم، ده الاكتف ميديوم او ليزنج ميديوم. وادي الاكسترنال انبوت انرجي اند اكسترنال سورس اوف انرجي بامبس ذا اتومز تو اكسايتد ستيتس، بيخليها تطلع لاكسايتد ستيتس. هنا ميرور واحد اهي، stimulated wave is that moving parallel to the axis of the tube، دي اللي خارجه لي اهي هنا. وادي الميرور الثانيه اللي confined the photon، but mirror 2 is only partially reflective، بتعكس انعكاس جزئي والجزء الثاني هتخرجه. تمام كده يا اولاد؟ اخر حته بقى في الشابتر دي، حته يعني حته كلامنجيه كده، حتة كلام. ايه استخدامات ايه استخدامات الليزر؟ طبعا انتوا بقى تقدروا تحكوا في القصة دي احسن مني بكتير، انتوا يعني شباب صغير على اتصال اكتر بالتكنولوجي. فيقول لك مثلا، مثلا في الميديكال والسيرجيكال بروسيدر دلوقتي، بعض الاطباء الجراحين يعني بدل ما يستخدم مشرط عادي بيستخدم مشرط ليزر. اشمعنى مشرط ليزر؟ لان مشرط الليزر ده ادق من المشرط العادي، دي نمره واحد. نمره اتنين، لانه له طاقه عاليه، بيعمل كوي على طول للاورده والاوعيه الدمويه، فبيقلل النزيف في العمليات الجراحيه، بيقلل النزيف في العمليات الجراحيه. مش بس كده، طبعا نسمع على عمليات الليزك والليزر في العينين، يعني اللي هي تصحيح النظر بالليزر. تمام. كمان بنستخدمه في البريسيشن سيرفيينج اند لينث ميجرمنتس، لو انا عايز اعمل سيرفي مساحه، اقيس طول اقيس عرض بدقه عاليه جدا، فبنستخدم الليزر. طبعا لانه طاقته عاليه نقدر نستخدمه في البريسيشن كاتنج اوف ميتلز، وكمان في الويلدنج في اللحامات باستخدام الليزر. كمان الليزر بيستخدم في ال 3D printing دلوقتي حاليا يعني، وطبعا بيستخدم في الكوميونيكيشنز في الاتصالات. كل دي استخدامات للليزر. طبعا يعني من مثلا من 5 6 7 سنين كده كنا بنتكلم على ال CD والDVD DVD، ودول ليزر. ما هو بيقرا من على الاسطوانه بتاعت السي دي او الدي في دي ازاي؟ بشعاع ليزر. طبعا دلوقتي لما بتروح تشتري كمبيوتر 90% من الكمبيوترز ما فيهوش حتى الاوبتيكال درايف بتاع الليزر دوت، دلوقتي اتلغى حتى، انما لحد وقت قريب كان مستخدم كليزر ابلكيشن. اوكي كده يا اولاد؟ بكده يبقى احنا خلصنا شابتر 3. اوكي كده. اي استفسارات يا اولاد؟ اي استفسارات؟ الشباب اللي معانا اي استفسارات يا اولاد؟ هو احنا ليه اي 0 ولا اي 1؟ مش هتفرق، هو بس يعني سيادتك تكون عارف
ان مثلا هنا انا كاتب لك اي بتساوي 0 دي الجراوند ستيت، ومسمي لك اي 1 واي 2 واي 3، فانا مسمي الجراوند هنا اي والاكسايتد 1 و2 و3 مثلا. يعني هيجي ده كام ستيت؟ ده 4 ستيت، ده 4 ستيت ليزر. هيجي هنا مثلا هيسمي لك الجراوند اي 1 وبعدين دي اي 2 وبعدين اي 3 ستار اللي هي الميتا ستيبل، مش هتفرق. هو بس سيادتك لما تكتب مستويات الطاقه سيادتك توضح لي انت تقصد دي تكافئ ايه يعني. اوكي، اتمنى اكون جاوبت على سؤالك يا مريم. اي استفسارات تاني يا اولاد؟ اي استفسارات؟ تمام كده، مش عايزين اي استفسارات تاني. يبقى احنا في اول المحاضرة ان شاء الله اتكلمنا على الميد تيرم، وقلنا هيجي لحد نهاية فور ثيوري مع الاميشن بتاعت الهيدروجين. خلاص اتكلمنا على المحاضرة بتاعتنا. اوكي، وكريم بيقول ان الميد تيرم من البيت، انا لسه مش عارف، لما يوصل لي المعلومة هأكد عليكم برضو، انما احنا مع بعض ان شاء الله اونلاين في اي وقت. شكرا يا اولاد، اشوفكم على خير، شكرا جزيلا، السلام عليكم.